أول سؤال معانا، الأستاذة زينب. أستاذة زينب أيوة، اتفضلي يا فندم. عايزة أكلم الشيخ. أنا معاكي أهو يا فندم، اتفضلي ماشي اسألي. حضرتك، بس معلش أنا بصي، أنا متخانقة أنا وصلتيش، كان بقالي سنة من شهر واحد اللي فات، وكانت بتقول لي كلام وحش، وأنا كان معايا بعيط، كنت في شهر الثامن وولدت متوسط وعيرتني دي، وبعد كده بتيجي دلوقتي وعايزة تكلمني، كل ما بتكلمني بتعمل معايا مشاكل، بتتخانق معايا وبتقول لي كلام مش كويس. انا بكلمها بس ما بكلمهاش ان انا عايزه اكلمها عشان بس خوف من ربنا، فانا مش عارفه دلوقتي اعمل ايه، تجنبها ولا اعمل ايه بالظبط؟ بص يا ستي، انت دلوقتي هي كل ما انت بتكلميها بتقول لك كلام مش لطيف. انت اكيد حضرتك طبعا ما والله العظيم. حاضر، انت حضرتك ما تلتفتيش اليها. اذا كانت هي بتخلي حياتك متلخبطه فتعاملي بيها على قدر الاحتياج، لكن انا ارى ان الانسان، حضرة النبي لما قال ليس الواصل والمكافئ، ما كانش قاصد فقط الكلام عن صله الارحام، ولكن كان الكلام عن الاخلاق. الانسان حسن الخلق ليس من يتعامل مع من يحسن الأخلاق معه، ولكن إنسان حسن الخلق اللي عنده مكارم الأخلاق هو من يتعامل مع سيء الخلق بحسن الخلق. ولذلك أنا نصحت لحضرتك أن أنت تتعاملي معاها ولا تلتفتي لكلامها. هي طالما هي عارفة أن أنت بتتضايقي من الكلام ده هتفضل تكرره، يبقى أنا رأيي أن أنت تتعاملي معها بالحسنى ولا تلتفتي إلى كلامها. هو ده اللي عندنا، وده أفضل شيء، وده يخليكي من أهل مكارم الأخلاق، اللي يخليكي قريبة من حضرة النبي، أقربكم مني منزلا أحاسنكم أخلاق. فأنا شايف إن ده أحسن لحضرتك يا سيدة زينب.